خصنا الحاجيات الناقصه في هذه البلده العزيزه. نقسموا هويل في البنيه التحتيه من ناحيه ديال الاضاءه، ومن ناحيه ديال المجموعه ديال غياب ديال الحدائق ومنتزهات، باش حتى المواطنين يتمتعوا بواحد من الحق من الحقوق ديالهم. وكذلك المسبح البلدي حتى هو ما كاينش، كان واحد المسبح البلدي هو الان في ملكيه ديال واحد الشخص الاخر، يجب اما تحريره اما بناء مسبح اخر. كذلك حديقه او البستان الجماعي اللي هو مغلوق هذه سنوات، وهذا يمثل واحد متنفس لهذه الساكنه، حتى هو راه ما كاينش. مجموعه ديال الامور في البنيه التحتيه في المجال الصحي نعاني كساكنه، واخا كاين المستشفى المحلي في ببويزكارن، ولكن ناقص في التجهيزات، ناقص في الاطر الطبيه، مجموعه ديال الاختصاصات ما كاينينش. تيعاني هاد المواطن ببويزكارن في المجال الرياضي، غياب ديال الملاعب القرب، رغم ان ببويزكارن يعتبر ثاني بلديه وثاني جماعه ترابيه في الاقليم، غياب تام لهذ الملاعب القرب في المستوى اللي الشباب تيطالب بها. تنزيدوا عليها دابا القاعات ما كاينينش، قاعات الرياضات، السوق الاسبوعي الا كنتوا هنا ودستوا نهار السوق اللي تيكون نهار الجمعه في ببويزكارن، راه كارثه عظمى بهذوك المواصفات. باش كاين السوق وهذاك ذاك المكان فاش كاين السوق، راه كارثه لهذه المدينه. خص احداث سوق اسبوعي، سوق في فضاء، ويكون فيه جميع المواصفات اللي تتكون في الاسواق الاسبوعيه. هذه المنطقه تتعرف التهميش والاقصاء في جهه كلمي موادنون، يعني المنطقة اللي عرفنا أنها ما استفدتش مجموعة من الدعم ديال مجموعة من المشاريع دائما مقصية دائرة ببويزكارن على صعيد الجهة. يعني تنهضروا هنا على دائرة ببويزكارن، تنهضروا على ببويزكارن تيمولاي تغجيشت المناطق المجاورة. يعني ببويزكارن في هذا الجانب ديال الأزبال اليوم كاينة يعني الموظفين العرضيين يعني داروا وقفة وقطعوا العمل، وهذا الشيء اللي تيبين تراكم الأزبال بالمنطقة. وفي نفس الوقت تعرفوا باللي راه هاد الناس خصنا نوقفوا معاهم وندعموهم، لان الناس اللي تيحميو لينا المنطقه من الازبال ومجموعه من الامور. كذلك في البنيه التحتيه وببويزكارن في الجانب الاناره العموميه، كذلك في الطرقات، يعني كنشوفوا الحفاري، تنشوفوا مجموعه من المجلس البلدي بشكل عام غائب في هذه المنطقه، وتتحمل المسؤوليه التامه للمجلس البلدي وكذلك السلطات المحليه. يعني موضوع التدخل اللي كيخص البنيه التحتيه اللي كتعيشها المدينه، اضافه الى حاله المزريه لتراكم الازبال في المدينه نتيجه السياسه اللي كينهجها المجلس البلدي وضعف الامكانيات في المدينه. يعني بصفتي كفاعل جمعوي كنشوف على اساس ان المدينه يعني في 5 سنوات الأخيرة ولا في 10 سنوات الأخيرة إن صح التعبير كتعيش واحد الحالة ديال التراجع خطير، لا في البنية التحتية لا في مستوى الخدمات المقدمة. وغنشوفوا على سبيل المثال مثلا الطرق، شبكات الطرق لا داخل الأحياء ولا في الطريق الوطنية، يعني اللي كتربط المدينة لا بالجنوب ولا بالشرق، كتعيش واحد الحالة ديال التردي. وخير مثال على هذا الشيء هو تعطل المشروع الطريق الرابطة ما بين ببويزكارن وتيمولاي، إضافة إلى تواجد مجموعة من الحفر بالنسبة للطرقات داخل المدينة. وبالرجوع إلى المشكل الأساسي اللي كتعاني منه المدينة حاليا اللي هو تراكم الأزبال، كنظن المشكل راجع مثلا لعدم أداء أجور العراضيين أو شيء من هذا القبيل، إلا أن المدينة عموما تعيش حالة من تراكم ديال الأزبال لمدة طويلة، إضافة إلى مشكل المطرح البلدي اللي هو المشكل قديم ماشي وليد الساعة قديم. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.